بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع تمارين الشاردة والمحلول الشاردي، ومع السلسلة الثالثة أوظف معارفي، وبدون إطالة مع التمرين رقم 9 من الصفحة 39 المعنون بشاردة الألومينات. يقول: تتدخل شاردة الألومينات AL بين قوسين O3 OH4 ناقص في عملية تنقية معدن الألمنيوم المستعمل في مختلف الصناعات. السؤال الأول: ما نوع شاردة الألومينات؟ أعطي اسم وعدد الذرات المكونة لها، ثم ما هو عدد الإلكترونات الزائدة الذي تحمل هذه المجموعة من الذرات؟ ابحث لتحدد بنية ذرة الألمنيوم معطيا: ألف عدد إلكتروناتها، ب عدد بروتوناتها، ورابعا جد الشاردة التي يمكن أن تعطيها هذه الذرة وقارنها مع شاردة الألومينات. إذا نرتب إجابتنا في الجدول الآتي. إذا اسم الشاردة التي أعطيت لنا هي شاردة الألومينات كما ورد، صيغتها الكيميائية كما هو معنا أيضا، AL OH بين قوسين OH4 ناقص. ثم ما نوع شاردة الألومينات؟ إذا نوع الشاردة هي شاردة مركبة سالبة بطبيعة الحال أحادية. ما هو مجموع ذراتها؟ لاحظ بأن عدد الذرات المكونة لهذه الشاردة أو عدد الأفراد المكونة لهذه الشاردة هي 9. ربما يتساءل الشخص أين هي هذه 9؟ من خلال أنواع سنكتشف. إذا أنواع ذراتها هي هيدروجين، يعني بدأنا من اليمين إلى اليسار، هيدروجين داخل القوس مضروب في 4، وأكسجين داخل القوس مضروب في 4، والألمنيوم واحدة. إذا العدد الآن، عدد كل نوع لدينا الهيدروجين مثل ما ذكرنا 4، 4 خارج القوس مضروبة في H، 4 خارج القوس مضروبة في O، إذا 4 أكسجين 4 هيدروجين، بينما الألومنيوم واحد، وبالتالي قلنا المجموع هو 9 أفراد. ابحث لتحدد بنية ذرة الألومنيوم. إذا فذرة الألومنيوم، معذرة، قبل ذرة الألومنيوم قال: ما هو عدد الإلكترونات الزائدة التي تحمل هذه المجموعة من الذرات؟ إذا فهذه المجموعة من الذرات تشكل شاردة مركبة عليها شحنة سالبة واحدة، إذا فعدد الإلكترونات الفائض أو المكتسب هو واحد إلكترون. نمر إلى السؤال الثالث. إذا ففي السؤال الثالث لدينا اسم الذرة هي الألومنيوم، واسم الشاردة التي ستنتج عنها كذلك شاردة الألومنيوم. نذكر عدد الإلكترونات في ذرة الألومنيوم أو رمز الذرة، معذرة، قبل ذلك رمزها هو AL. رمز الشاردة للألومنيوم هو AL3 زائد، إذن شاردة بسيطة موجبة ثلاثية. عدد إلكتروناتها الذرة، يعني ذرة الألومنيوم في الحالة المتعادلة يكون عدد إلكتروناتها هو 13. عدد إلكترونات شاردة الألومنيوم هو 10، لأنها ستفقد 3. عدد بروتونات ذرة الألومنيوم هو 13، عدد البروتونات لا يتغير، يبقى ثابت. إذن فعدد بروتونات ذر شاردة الألومنيوم كذلك هو 13. إذن 13 ناقص 10 تعطينا 3. إذن فالشاردة التي تنتج كما ذكرنا للألومنيوم هي شاردة موجبة بسيطة ثلاثية، يعني عليها 3 شحنات. ثم قال بعد ذلك: جد الشاردة التي يمكن أن تعطيها هذه الذرة وقارنها مع شاردة الألومنات. إذن حينما نقارن شاردة الألومنيوم، يعني هذه الشاردة، مع شاردة الألومنات، وجه الفروق الموجودة بينها،
شاردة الألومينات هي شاردة مركبة، شاردة الألومنيوم هي شاردة بسيطة، شاردة الألومينات هي أحادية، شاردة الألومنيوم هي موجبة ثلاثية، في حين هذه أحادية سالبة. إذن هذه هي أوجه المقارنة بينها. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوضعية. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله مع الوضعية الموالية وهي الوضعية العاشرة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.